تعالوا نتعلم فكرة تانية ليان، خدي بالك. لو انا جيت قلت لك عايز اعمل ديفايد 40 على 2، اسمع وتعلم، دي لعبة. ادي ال 40 تحت وادي ال 2. هنبتدي من الليفت، اخد ال 4، 4 ديفايد 2 ايكوال. طب انا بنسى، يبقى اعمل التيبل، لكن انت قلت برافو عليك 2، اكتب ال 2 اب واكتب 4 داون واعمل شكرا 4 ماينس 4. ركز بقى في اللي جايه دي، مش لسه معانا ديجيت، اعمل له ايه؟ واتعلم اقول الزيرو ديفايد اي نمبر، زيرو ديفايد اي نمبر ايكوال زيرو. فالزيرو لما اعمله ديفايد 2، ها يا دي النيله، زيرو ديفايد 2 زيرو حبيبي زيرو، وبعدين تبقى الانسر 20. طب معلش يا مستر مش فاهمين، بص يا باشمهندس، بص حبيبي 80، لا يا عم ده انا 800 هعملها ديفايد 4. حاضر يا مستر، عينك معايا عشان اخليك ترجع تحل. ادي ال 800 وادي ال 4، ابدا من الليفت 8 ديفايد 4، اروح تيبل 4 يا 4 اعملك تايمز كام عشان تديني 8، اكتب ال 2 اب واكتب 8 تحت ال 8 واعمل باي باي. بص بقى هعمل دروب ديجيت ديجيت، اروح واخد ده، انت كام يا عم؟ زيرو ديفايد 4 اكتب زيرو، لسه في زيرو تاني، اعمل دروب زيرو ديفايد 4 زيرو، بقت الانسر 200. فهمتوا المساله؟ استنى بقى، كنت انا بقى مديلك 3600 ديفايد كام؟ 4. يلا بقى كده مع بعض، ادي ولا ايه؟ 9. حاضر يا عم 9، ما تزعلش نفسك، ادي اهو وديفايد 9، اروح تيبل 9. بس اسمع بقى، هل ال 3 تقبل؟ عشان صغيره، هاخد مين مع بعضه؟ 36. رحت جاي عامل التيبل، ادي 9 1 وهزود 9 تبقى 18، ادي 2 تبقى 27، ادي 3 تبقى 36. وصلت؟ اكتب الفور اب، اتعود يا بابا تقول، وال 36 اكتب الفور وال 36 ونعمل باي باي بقى وخلصوا. لا ما خلصتش حبيبي، ليه ما خلصتش؟ الزيرو ده هقول له اعمل له ايه؟ وارجع اقول كده زيرو ديفايد 9 ايكوال زيرو، اكتبه، ارجع اخد التاني زيرو ديفايد 9 زيرو واكتبه. فهمتوا حاجه؟ طب انا هعمل ستوب وادي لك انت مساله وتحل يا باشمهندس. حبايبي المفروض ان انا هاخد ال 4000 واعمل ديفايد 5. يا حبيبي تيبل 5 ده اسهل تيبل، بس انت لازم تعرف هل اخد ال 4 ديفايد 5؟ لا. ليه؟ عشان صغيره، فناخد 2 يبقى كام؟ وانا تيبل 5 بحفظه لك تقول ايه؟ 40 طلع كام؟ اسمع بقى 8، اكتب ال 8 فوق وال 40 تحت ال 40. بص بقى الفورتي راحت مع الفورتي، بص والنبي فورتي راحت مع الفورتي، ايه اللي اتبقى؟ 2 زيرو ينطوا فوق. بس يا عم طب معلش يا مستر عيد تاني، نعيد تاني، ما ده الجديد بقى. بص حبيبي اسمع بقى اللي جاي ده يا مستر، لما اجي اعمل ديفايد والاقي هنا زيرو والاقي الناحية التانية زيرو، أعمل إيه قبل ما أعمل ديفايد؟ كنسلهم مع بعض. تاني يا مستر ما سمعناش، لما ألاقي في الديفيدن زيرو وفي الديفايزر زيرو ما أخدهمش،
اكنسلهم. فبسألت تبقى بسيطة كمان مرة يا مستر، يعني كأني هعمل 810 ديفايد 9. بص تاني معايا في الديفايزر زيرو، ومعايا في الديفيدن زيرو. قبل ما اعمل ديفايد اكنسل الزيرو، يعني انا هعمل ديفايد 560 اعملها ديفايد 7. حد فاهم حاجه؟ طب نعيد تاني. ها معايا في الديفيدن زيروهات، وفي الديفايزر اكنسل زيرو مع، يبقى انا لما اجي اعمل ديفايد 630 وهعملها ديفايد زيرو. تعال بقى ناخد دي واوريك هتتحل ازاي وبطريقه شيك وجميله، وعشان خاطري حاول تركز. انا عاوز 630 ديفايد كام؟ 3. ده شغل كبير. حاضر، اعمل لونج ديفيجن، امسك واحد واحد. صدقوني لو قلت طريقه الحل هتبقى سهله. 6 ديفايد 3 2. برافو، اكتب ال 2. نعيد تاني، كرر حبيبي. 6 ديفايد 3 2 اكتبها واجي تحت ال 6 اكتب 6 فيكنسلوا بعض. اروح نازل بمين؟ 3 وارجع اعمل ديفايد تاني 3 ديفايد 3 1. اي حاجه على نفسها 1 اكتبه فوق واكتب 3 تحت. يا بابا ادخل ادخل حول الله يا رب. ان ال 3 ماينس 3 راحوا ايه؟ مع بعض. خلصنا؟ لا ليه؟ عشان في زيرو فوق. لما يبقى في زيرو ينط فوق على طول. يعمل ايه؟ ينط فوق على طول. شكرا. ولما حد يقول لك ليه تقول زيرو ديفايد اي نمبر ايكوال زيرو. نقول تاني؟ نقول تاني؟ لا. طب معلش انا بقى معايا مساله علشان خاطر طنط لوجي زعلتني وعملت حاجه خساره قوي وضيعت وقتها. بصوا حبايب، اللي هي كانت 800 او 8000 ديفايد 5، ولا كانت على ديفايد ايه؟ 4000. احنا شرحناها بتاع ال 4000. طب معلش هنشرحها تاني عشان خاطر طنط لوجي. بصوا معايا لو سمحتوا، هنعيدها تاني حبايبي. تعالوا نعيد تاني. لما الاقي حاجه زي سي، هنا في زيرو وهنا في زيرو، ما اروحش اشتغل ديفايد، امال تعمل ايه؟ بص بقى المفاجاه، بقت 16 ديفايد 8. ايه ده؟ ده انا اقدر احلها على طول. يا 8 اعملك تايمز كام عشان تديني 16؟ انا مبسوط من انس النهارده يا اخوان بجد. خد بقى اللي بعدها هنا. يلا يا رماس، ها احنا في اف. قبل ما اعمل ديفايد ابسط المساله، بدل ما انا معايا لارج نمبر اصغره. فبقيت المساله ايه؟ 240 ديفايد 8. بص بقى تاخد المفاجاه، ودي طريقه ثالثه. اسمع يا باشمهندس، 240 ديفايد 8 سيبك من الزيرو، بقت عندي كام؟ اروح تيبل 8، يا اما اعملها بالبلس يا اما اقول كام تايمز 8 اديني 24. مش عارف ولا يهمني. ادي يا بابا، عشان كده بقول لك اي حد مش بيحفظ التايم تيبل مش مهم، ما تخافش تروح جاي تعمل 8. معلش ثواني، وادي 1 احط جنب ال 8 واعمل بلس 16 يبقى 2، اخدها واعمل بلس تاني. احنا مشكلتكم ان انتوا مش عايزين تقولوا الحل. ايه ده، وصلت لمين؟ 3. اسمعي بقى مالك هيقول لي اعمل ايه يا باشمهندس مالك. بص اهو ادي ال 240 وادي ال 8، وصلنا لل 24. سمعني بقى، احطها تحت 24 احطها تحت صاحبتها واعمل ماينس. ايه اللي اتبقى؟
بس الاول ال 24 كان قصادها كام؟ اكتبها فوق والزيرو يطلع فوق. ادي الستبس يا باشمهندس. طب نقول تاني؟ متاكدين؟ اقول تاني؟ لا نقول واحده كمان بسرعه عشان هبدا درس. بص يا عم دي اهي، الاول اكنسل زيرو مع زيرو. ركز بقى معايا، ده انا اقدر احلها لك من غير لونج ديفيجن. معايا كام زيرو؟ زيرو. انزل ال 2 زيرو، بقت مين اللي اتبقى؟ 12. اروح تيبل 4، يا 4 اعمل لك تايمز كام تديني 12؟ ايه ده؟ قول يا فريده. شكرا. ايه ده؟ يا حبيبي درب نفسك. طب نسيت التايم تيبل، اعمل العمود واشتغل بالبلس. نقول تاني يا ماما؟ نقول تاني؟